السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم رح نرسم شخصية. هاي الشخصية لاعبة كرة قدم، بتبلش يمكن في NBC 3، وهي إيريكا من حماس الكرة أو أوروكا، بعرفش يعني هيك، يمكن إيريكا أكثر إشي لابق لها. طبعا هاي الشخصية اللي رح أرسمها، ولو بتلاحظوا رسمة ويندي من أنمي فري تيل بتشبهها كثير كثير، تقريبا نفس ملامح الوجه، نفس الملامح تقريبا، فيش اختلاف، بس لون الشعر بيختلف. هي بتربط قدلة واحدة على شعرها. طبعا انا رح اركب صورتها تركيب، طبعا لاني مالكيت في محرك جوجل في البحث، صورة دائما متحركة متحركة متحركة، يعني يدوب لقيت هيك وجهها، على القليل بنكل وجهها وبنكل شعرها وهي رابطته. هاي اللبسة، طبعا هاي اللبسة اللي رح البسها اياها، ويلا نبلش. طبعا هاي بناء على الطلب، انا ما بعرفها، شفتها مسجل عندي، بحثت عنها وطلعت لي هاي، وان شاء الله هي تطلع. تمام، رح ارسم وجهها لإيروكا. طب احنا الفيديو اللي احنا ما رسمنا إيروكا، بس الشكرة اللي بتغني. هاي إيريكا يمكن من أمي حماس الكرة، يعني نفس الأسامي تقريبا. طبعا عيونها كبار شوي، بداية رح أقوم بعمل خط مستقيم بهذا الشكل، ورح أقوم برسم خط طويل على يسار الخط العريض قليلا، لأنها تلتفت إلى جهة اليسار فقط قليلا، يعني ليس كثيرا. بعد ذلك رح أقوم بتغميق الخط الأولي مشان تشوفوه منيح. طبعا هذا الخط الأولي، في حال ما قدرتوا ترسموه في إيدكم تقدر تستخدموا مسطرة، مش مشكلة، حسب الإيد ما هي متعودة. طبعا رح أقوم برسم خط مقوس بهذا الشكل، وهو أكيد خط عينها لهذا الأنمي، ورح أهود الخط بهذا الشكل للأسفل. طبعا أنا قمت هكذا زي بتخميل عدة خطوط في نهاية العين. طبعا هذه العين الأولى. الآن سنبعد مسافة بين العينتين الاثنتين، شرط أن تكونا نحافظ على كبرهما. سأقوم برسم العين الثانية وأضعجها هكذا قليلا بهذا الشكل، ومن هنا نفس الشيء هكذا. أرجو ألا تكون العيون قريبة من بعضها البعض، المطلوب من العيون أن تكون بعيدة قليلا. نعم بهذا الشكل. طبعا هي خط عينها يكون كثيف قليلا، وهكذا يوجد رمش للأعلى، رموش غريبة حتى. تمام، الآن سأقوم برسم دائرة العين. دائرة عينها بيضاوية، ونترك فراغا أبيضا خفيفا، يعني مش نلزق بياض دائرة العين في الأعلى هكذا هذا الشكل، وتكون دائرة العين كبيرة طبعا، وتكون أيضا أطول من العين من هنا هذا الشكل. طبعا كما ترون أنا طريقتي في الرسم أقوم بعمل عدة خطوط، يعني في حال إن شفت إنه الخط أعوج، في إعوجاج هيك أصححه بالخطوط، ومن هنا نفس الشيء أيضا. سأقوم برسم الدائرة البيضاوية في العين من هنا هذا الشكل، شوف لازم يكونوا نفس الطول، نعمل خط هيك ونهود الخط هذا الشكل، علي أن يكون بيضاويا. تمام، هكذا قمت برسم عينها. الآن سأقوم برسم البؤبؤ. طبعا بؤبؤ عينها صغير جدا، صغير
هذا الشكل، من هنا نفس الشيء. سأقوم برسم طبعا لماع العين يأتي هنا هذا الشكل، ومن هنا تأتي دائرة، ومن هنا تأتي دائرة بهذا الشكل. الآن سأقوم برسم الجفن، كما ترون فقط هذا الخط هو الجفن، جفنها صغير جدا، والأنف يأتي هنا إلى اليسار وهو نقطة بهذا الشكل، والفم يأتي هكذا بهذا الشكل، بل الفم يأتي للأسفل قليلا يعني هكذا وهكذا. نعم، الآن سوف أقوم برسم الحاجبين، طبعا حاجبيها مقوصتين بهذا الشكل، بالرغم أنهما سوف تغطيان بالشعر، يعني حاجبها خطان رفيعان ليست خميلتان. الآن سوف أقوم برسم الوجه، الوجه يأتي من هنا بهذا الشكل، وسأقوم بتهويده هكذا إلى الأسفل، شرط أن يكون ليس بعيد المدى بل هكذا بخط مائل، كما ترون خط مائل عليه أن يكون، وعندما يصل هكذا إلى حافة الفم من القوس من الأسفل بهذا الشكل، وسأقوم بكسر الخط بهذا الشكل، وسأقوم برفع هكذا قوس بهذا الشكل. طبعا وجهها سيغطى بالشعر، طبعا سأقوم برسم خط الجبهة، من هنا سيأتي خط الجبهة، من هنا هذا يعني يكفي، يعني لا تأتي هنا أذنها بل تأتي خلف الخصلة، خصلة الشعر، خصلة الشعر ستأتي هكذا قريبة من العين قليلا، يعني هذا الخط مثلا نحكي له خصلة الشعر راح تيجي لهان آخرها. وراح أبلش أرسم بالخصل الأمامية طبعا ممتدة، أول خصلة بين العينين بهذا الشكل، ومن هنا أيضا هذه الخصلة تغطي فوق العين ومنتصف الحاجب بهذا الشكل، لا بأس إن اختفت العين ولكن هكذا هي شخصيتها. وبعد ذلك سأقوم برسم هذا الخط وأوصله بخط الخصلة الطويلة التي ستمتد هنا بهذا الشكل. الآن سأنتقل لهذه المنطقة وسأقوم برسم خصلة الشعر بهذا الشكل، من هنا هكذا. الآن سأنتقل لصورة أخرى من الصورة التي أنقل عنها لأرى كيف يبدو شعرها. طبعا لحظة قليلا، طولت بالغت هنا في تطويل، تأتي هنا الخصلة أصغر وتأتي هنا أيضا أقصر، وسأقوم برسم خط دائري، خط رأسها الدائري بهذا الشكل، ومن خلال هذا من خلال هذه الدائرة أقوم بتهويدها إلى الأسفل لأرسم الخصلة الأخرى، ستأتي من هنا هكذا، وسأقوم برسم دائرة رأسها طبعا مدور، وأيضا أذنها طبعا تبان من هنا قليلا بهذا الشكل، يعني تأتي أذنها هكذا من عند حفة عينها هذا الشكل. سهل جدا، يعني ملامح وجهها سهلة. سأقوم برسم خط يكون دائرة قدر المستطاع بهذا الشكل، طبعا هي تربط ربطة في شعرها من هنا بهذا الشكل. وشعرها هكذا، أنا سأقوم بهكذا لف شعرها بهذا الشكل، أريده أن يبان بالكامل في اللوحة. الآن سأقوم
رسم الرقبة، رقبتها، رقبتها طويلة قليلا. هذا الشكل. الآن سأقوم بطعج الرقبة بهذا الشكل ورسم القبة. سأقوم هكذا بتظبيط خط الكتف أفضل، هكذا بالشكل. وسأقوم الآن بتكملة خصل شعرها بهذا الشكل، أريده أن يكون ملتفا هكذا. الآن إذا كان شعرها ملتفا بهذا الشكل فسأقوم بعمل حركة أيضا في خصل شعرها الأمامية. ليس جميلا أن تكون خصل شعرها مستقيمة، بل هكذا سأعمل حركة بهذا الشكل، ومن هنا أيضا لا أريد أن أقوم بأن أغطي وجهها بهذا الشكل. لا طولتها، لازم تكون أقصر، يعني مثلا خلينا نقول هاي الخصلة منلفها هذا الشكل وهيك. من هنا هكذا بالتظبيط قليلا، مثلا الكتف سأصغره هذا الشكل. وشعرها سأجيب يعني سأوديه إلى هنا هكذا وخلص. أكثر من هيك الصورة بقدرش ألعب. طبعا عملت هيك حركة خفيفة، حبيت اني ابين كامل شعرها، وشعرها طويل شوي فحبيت هيك كأنه طاير للاتجاه ذلك، بس مش حابب اغير فصل شعرها الامامية، خليهم هذا الشكل. تمام، الان سوف اقوم بتخطيط الصورة. طبعا انتهيت منها بالرسم، والتخطيط سهل، فمشان الوقت مشان ما تملوا خططوا على اقل من مهلكم وما تسرعوا. ومضطرة اني احكي تسريع.